السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في حل الباراجرافات المتوقعة إن شاء الله للصف الرابع الابتدائي. هنبدأ بالباراجراف الأول، The germination process، عملية الإنبات. أوكي، هنقول كده مع بعض: We plant، نحن نزرع. We plant a seed، بذرة. In the soil، في التربة. The seed، البذرة. grows، بتنبت. shoot، shoot يعني ايه؟ برعم. The roots، الجذور. grow، تنمو. under the soil، تحت التربة. It grow leaves بيطلع أوراق شجر. and flowers، وزهور. the flowers، الزهور. becomes، بتصبح. fruit، فاكهة. the plant، النبات. drops، يلقي. its seed، بذوره. and the seeds grow again، والبذور بتنمو مرة أخرى. يبقى دي ال germination process، عملية الإنبات. أوكي، تعالى الباراجراف الثاني، a garbage collector، جامع القمامة. أوكي، we a، الأول a garbage collector، جامع القمامة. takes away، بيبعد. the garbage، القمامة. he، هو. makes، بيجعل. the street، الشوارع. the streets clean، نظيفة. they work، بيعملوا. outside، بالخارج. all day، طوال اليوم. we should، يجب علينا. we should respect، أن نحترم. them، أن نحترمه. they work hard، هم يعملون بجد. اوكي، ده باراجراف عن الجاربج كولكتور. تعالى في الباراجراف الثالث، ذا فينك فوكس، ثعلب الصحراء. يبقى هنقول كده مع بعض: ذا فينك فوكس، ثعلب الصحراء. lives، يعيش. in the desert، في الصحراء. it has big ears، له أذن كبيرة. to hear، لكي يسمع. insects، الحشرات. okay، it eats، بيأكل. lizards، السحالي. okay، the thick fur، الفرو السميك. keeps it warm، بيخليه دافئ. ده كده باراجراف عن الفينك فوكس. تعالى ناخد الباراجراف الرابع عن كاملز، الجمال. كاملز، الجمال. are strong animals، هي حيوانات ايه؟ قوية. camels، الجمال. are perfect، مناسبة. for the desert، للصحراء. they can live، ممكن يعيشوا. without water، بدون ماء.
for a long time. For a long time, لوقت طويل. Their, ممكن نزود جملتين اهو. Their milk, لبنهم, is delicious, لذيذ. ممكن في جمل كتير تاني نقول مثلا they have large flat feet, لهم اقدام مسطحة مستوية, to walk in the sand, عشان يمشوا على الرمل. Be careful, كن حريصا. Camels can get angry, الجمل ممكن يغضب. اوكي تعال نتكلم على my house, منزلي. I live, انا اعيش. I live in, في, a big house, منزل كبير. There are, يوجد, three rooms, ثلاث حجرات. My favorite room, حجرتي المفضلة, is the living room, حجرة ايه؟ المعيشة. I can play, ممكن ألعب, and watch TV, وشاهد التلفزيون. There, هناك. I can see, أنا ممكن أشوف, the whole street, الشارع كله, from من my balcony, من البلكونة بتاعتي. كده عملنا الباراجراف الخامس. نخش مع بعض هنا على my town. Okay. My, I live, أنا أعيش, in a town, في مدينة, with, مع, my family, عائلتي. There are, يوجد, supermarkets. Supermarkets, يوجد supermarket يعني, where, حيث, we can, يمكننا, buy, أن نشتري, food, الطعام. There is, يوجد, a shopping mall. A shopping mall, مول تجاري, where, حيث, we can buy, ممكن نشتري, clothes, ملابس, and shoes, وأحذية. أوكي. تعال نتكلم على الباراجراف نمبر 7. My favorite job, وظيفتي المفضلة. أوكي. There, هنقول كده مع بعض. There are, يوجد, many interesting jobs, يوجد وظائف كتير شيقة. I, أنا, want to be a teacher, أنا عايز أكون معلم. A teacher, المعلم, can change, ممكن يغير, student's life, is حياة الطلاب. Life is, okay. A teacher, المعلم, should be, يجب أن يكون, kind, طيب, and patient, وصبور. في الآخر كده هنزود I love my teacher, أنا أحب معلمي. تعال نتكلم على الهورسز, الأحصنة. Horses have, الأحصنة لها, large, beautiful eyes, لها عيون كبيرة وجميلة. They are strong animals, إنها حيوانات قوية.
they eat يأكلون grass الحشائش they need هم يحتاجون they need fresh water مياه عذبة. اوكي تعال نتكلم على food in Egypt. اوكي ممكن مع بعض we produce نحن ننتج a lot of food كثير من الأطعمة in Egypt في مصر. We grow نحن نزرع rice oars farmers raise بيربوا chicken دجاج. We grow نحن نزرع fruits فواكه and vegetables وخضروات. Egyptian food الطعام المصري Egyptian food is delicious الطعام المصري لذيذ. اوكي عفوا يبقى هنا delicious اهو في اس هنا. تعال نتكلم على being healthy يعني تكون صحي. It's important من المهم It's important to be healthy أن تكون بصحة جيدة. It's important to be healthy من المهم أن تكون بصحة جيدة. Okay you should يجب عليك you should drink أن تشرب a lot of water كثير من الماء. You should eat يجب أن تأكل healthy food طعام صحي. You should يجب عليك play أن تلعب sports رياضات like زي basketball. اوكي نكمل مع بعض يا حضرات. هنا عندي paragraph number 11 the life cycle of a sunflower دورة حياة عباية الشمس. اوكي نبدأ كده مع بعض. we plant نحن نزرع a seed البذرة in soil في التربة. the seed البذرة germinates تنبت. it grows بتطلع leaves أوراق شجر. the root the roots الجذور grow تنمو under the soil. after بعد a few month شهور قليلة the sunflower زهرة عباية الشمس open تتفتح and face وتواجه and faces the sun الشمس. الباراجراف نمبر 12 رقم 12 electricity الكهرباء. Electricity is important. نكتب كده مع بعض. الكهرباء. Electricity is important. الكهرباء مهمة. But ولكن it is dangerous. But it is dangerous. ولكنها ايه؟ خطيرة. You can يمكنك get an electric shock يمكن أن تصاب بصدمة كهربائية.
never touch لا تلمس never touch any thing أي شيء electrical كهربائي with wet hands ويدك مبلولة. الموضوع رقم 13 your favorite room حجرتك المفضلة. اوكي نقول كده مع بعض I live أنا أعيش in an apartment في شقة. اوكي my favorite room حجرتي المفضلة is the living room حجرتي المفضلة هي حجرة المعيشة where حيث I can أستطيع I can play ألعب and watch TV وشاهد التلفزيون I love أنا أحب my apartment أحب شقتي. تعالى كده نتكلم على different jobs الوظائف المختلفة ونتكلم على electrician والplumber. اوكي نقول كده مع بعض there are يوجد many different jobs يوجد كثير من الوظائف المختلفة an electrician الكهربائي connects بيوصل electricity الكهرباء so عشان كده we can use ممكن نستخدم lights الأضواء a plumber السباك fixes بيصلح pipes المواسير and faucets والصنابير so لذلك we can use ممكن نستخدم water الماء. كده حضرات حلينا مع بعض 14 paragraph من منهج الصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله تعالى مش هيطلع منهم الامتحان الباراجرافز دي من مراجعة المتميز للصف الرابع الابتدائي. كان معكم مستر محمد شعبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.